السلام عليكم طلاب الأعزاء، برحب فيكم بحصة جديدة في دروس العلوم. اليوم راحين نحكي عن الموضوع اللي شاغل العالم كلياته من 3 أشهر، اللي هو موضوع فيروس الكورونا وسبل الوقاية منه. طبعا لا شك الكبير والصغير منا تعلم وعرف عن موضوع الكورونا وشاهد كل المقالات اللي بتطلع عن موضوع الكورونا وكمان وسائل الأخبار وشو بيصير عنا في البيئة المحيطة فينا في العالم كله، مش بس في البلاد عنا. لهيك اليوم قررنا واخترنا انه نشرح عن فيروس الكورونا من ناحية علمية، نتعرف عليه على أصله وعلى تسميته، على اكتشافه، على تطوره، وكمان شو الطرق اللي هي بتسبب الوقاية منه وبتخلينا بصحة جيدة. مع بعض بدنا نبدأ في الموضوع. فيروس الكورونا له عدة أسماء بالإنجليزي أو الاسم العلمي أو الاسم الواضح في كل العالم، اللي هو كورونا فيروس أو كوفيد-19، فيروس كورونا المستجد. من الاسم باللغة العربية المستجد اللي هي معناها جديد، الفيروس الجديد. فيروس الكورونا كان من قبل كان عدة فيروسات، هو مجموعة من عدة فيروسات اللي كانت قديما موجودة، ولكن الفيروس الحالي اللي احنا بنعرفه أو بنواجهه حاليا وبحرب معاه عشان البشرية تظلها بألف خير وبسلامة وبصحة جيدة هو فيروس الكورونا المستجد. بدنا مع بعض نمشي على معلومات عنه. تعريف عن الفيروس: فيروسات كورونا هي مجموعة من الفيروسات تسبب أمراضاً للثدييات والطيور. يسبب الفيروس في البشر عدوى في الجهاز التنفسي والتي تتضمن الزكام، وعادة ما تكون طفيفة ونادرا ما تكون قاتلة، مثل متلازمة التنفسية الحادة الوخيمة ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. وفيروس كورونا الجديد الذي سبب تفشي فيروس كورونا الجديد في سنة 2019-2020 لا توجد لقاحات له أو مضادات فيروسية موافق عليها للوقاية أو للعلاج من هذه الفيروسات. إذن فيروس الكورونا هو فيروس مستجد، أي أنه من مجموعة الفيروسات. البشرية تعرضت لفيروسات من هاي النوعية، من نوع فيروس الكورونا، وأشهرها على الإطلاق اللي هو فيروس السارس. فيروس الكورونا الحالي إحنا بدأ يبين على الإنسان وعلى الثدييات، بالذات على الإنسان في سنة 2003، وبعدها اختفى لفترة قليلة وطلع أو انتشر في مدينة أو في مقاطعة وهان في الصين، ومن بعدها انتشر كوباء عالمي. حالياً لفيروس الكورونا ما فيش له أي علاج اللي هو موافق عليه من الجهات العلمية، طبعاً في 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 منظمة الصحة العالمية، وغير موافق عليه. حالياً في عنا بس أسباب للوقاية أو طرق للوقاية، سبل للوقاية اللي نمنع تفشي فيروس الكورونا. أصل التسمية: اشتق اسم كورونا فيروس عربيا أو فيروس الكورونا اختصارا لCOV كوف باللاتينية كورونا، تعني التاج أو الهالة، حيث يشير الاسم إلى المظهر المميز لجزيئات الفيروس والذي يظهر عبر المجهر الإلكتروني، حيث تمتلك بروزات السطحية مما يظهر على شكل تاج الملك أو الهالة الشمسية. إذن أصل التسمية لفيروس الكورونا هو بسبب شكله زي ما أنتم ملاحظين معانا في العارضة قدامنا. في عنا فيروس الكورونا زي ما أنتم شايفين في حوالي زي هالي أو تاج، عشان هيك في اللاتينية معنى كورونا تعني التاج أو الهالي، فأخذوا التسمية على هوا أو نسبة لشكل فيروس الكورونا. الاكتشاف: فيروسات الكورونا أو مجموعة فيروسات الكورونا بالأول اكتشفت في العقد 1960، في سنة 1960. إذن هي فيروسات مش جديدة نسبيا أو قديمة، ولكن هاي الفيروسات تطورت وبدأنا نكتشفها بسنوات لاحقة. في عنا فيروس كورونا البشري أو فيروس كورونا البشري اللي هو AE229، عنا فيروس كورونا السارس اللي اكتشف في 2003، فيروس التهاب القصبات المعدي وفيروس المعدي، فيروس كورونا البشري NL63، وفي عنا فيروس كورونا ميرس اللي هو سنة 2012، وفي عنا كمان النوع السادس فيروس كورونا البشري HKU1. والفيروس المستجد اللي حاليا احنا البشرية بتحارب فيه وبدنا نلاقي له علاجات اللي هو الفيروس الأخير، فيروس كورونا 2019 اللي هو كورونا فيروس. مراحل الإصابة بالعدوى: الفيروس هو عبارة عن غشاء بروتين موجود بداخله مادة وراثية اللي هي RNA، وتخصصه خلايا الرئتين. لكل فيروس، مش بس لفيروس الكورونا، لكل فيروس له وظيفة تخصصية، يعني هو بس بصيب تخصص معين أو خلايا معينة.
فيروس الكورونا هدفه وتخصصه اللي أجى عشانه هو محاربة الخلايا الرئوية فقط في الرئتين، هو بحارب الرئتين. عشان هيك مراحل العدوى منه تتم بهاي الصورة. أول إشي أو أول مرحلة يدخل الفيروس عن طريق الاستنشاق من الفم أو الأنف. إذن الفيروس مراحل دخوله إلى جسم الإنسان هو عن طريق الاستنشاق، أول مرحلة عن طريق دخوله من الفم أو من الأنف. لذلك دائما نقول بعد ما نلمس المسطحات لازم إنه يا إما نغسل إيدينا كثير مليح أو نحط المواد المعقمة، لأنه ممنوع نلمس الوجه، لأنه دخول فيروس الكورونا بيتم بس عن طريق اللي هو إما الفم أو الفم أو الأنف، وأيضا بطريقة اللي هي غير مباشرة عن طريق العيون. المرحلة الثانية يأخذ محطة في الحلق ويتمسك في الحلق. الفيروس الكورونا بعد ما يفوت على داخل الجسم هو أول ما بهاجم بفوت على الحلق، بأخذ له مكان داخل الحلق وبتمسك فيه، بنشف الحلق وبيبدأ يتكاثر، يدخل إلى الخلايا الرئوية. في المرحلة الثالثة والأخيرة هو بيبدأ يدخل إلى الخلايا الرئوية وبيبدأ يستنسخ أو بيبدأ يتطور، بيبدأ يعمل في عملية الاستنساخ، بيروح على خلية معينة بيرتبط فيها وبعطيها من الRNA اللي موجود داخله أو المادة الوراثية اللي موجودة داخله، وبتبدأ هاي الخلية اللي كانت بالأساس هي خلية رئوية وفي لها وظيفة داخل الجسم وتخدم الجهاز التنفسي، هي بتصير مصنع لإنتاج الآلاف يوميا من خلايا فيروس الكورونا. عند دخول الفيروس كما ذكرنا سابقا، عند دخول الفيروس إلى خلية الرئتين يتكاثر داخلها وتصبح الخلية مصنع لهذا الفيروس بخلاف ما كانت عليه في السابق، وتبدأ بإنتاج آلاف الفيروسات في اليوم. تسمى هذه العملية بعملية النسخ. زي ما ذكرت سابقا، بعد ما يفوت فيروس الكورونا إلى الرئتين بأخذ الخلايا أو بأخذ خلية واحدة بيكون بعملية النسخ للRNA أو المادة الوراثية اللي موجودة داخلها، وبنكلها على الفيروس أو متأسفة بنكلها على الخلية الجديدة، وبحول هاي الخلية لمصنع لإنتاج الفيروسات. الصورة اللي موجودة أمامنا هاي الصورة، الصورة الأولى اللي موجودة أمامنا هي صورة لعملية نسخ الفيروس الكورونا أو أخذه لا أو خلينا نقول نسخ الRNA اللي موجود في فيروس الكورونا للخلية الرئوية اللي قبل ما تصير مصنع له. عملية الانتقال أو انتقال العدوى، انتقال الفيروس. أول مرحلة انتقال فيروسات كورونا من إنسان إلى آخر يحدث أساساً بين الأشخاص المقربين أثناء الاتصال المباشر عبر الرذاذ التنفسي الناتج عن العطس والسعال. إذن انتقال الفيروس بالأساس أساساً المرحلة الأولى والمرحلة المعروفة دائماً إنه انتقال فيروس الكورونا من شخص إلى آخر، من إنسان إلى آخر، فقط عن طريق الملامسة أو الاتصال المباشر، المصافحة، العناق، أو إنه الرذاذ، العطس أو السعال لما ينتقل من شخص إلى آخر. كمان في عنا طرق ثانية للانتقال اللي هي الاتصال الشخصي مثل اللمس والمصافحة، لمس الأسطح الملوثة بالجراثيم، ثم لمس الأنف أو الفم وأيضا العيون قبل غسل اليدين. معلومة جدا مهمة حابب أن أقولها، الأسطح الفيروس الكورونا هو بعيش على الأسطح من ساعتين لمرات ليوم واحد ل 24 ساعة، مرات أزيد من يوم. فعشان هيك إحنا لازم نحافظ على غسل الأيادي، ممنوع نلامس أي شخص بغض النظر إحنا بنعرف إنه هو مريض أو غير مريض في المرض، لأنه في أشخاص اللي بتكون حامل المرض وهي نفسها بتعرفش جسمها وجهاز المناعة في جسمها بحارب المرض، هي بتكون ناقلة للمرض ولكن مش مريضة، فهي بتعرفش إن هي حاملة للمرض أو بتكونش عارف إن هي مريضة أو حاملة للمرض، ولكن هي بتكون ناقلة للمرض. فجدا جدا مهم إن نستعمل المعقمات، كمان نستعمل أو نتفادى المصافحة والعناق بهاي الفترة. الأمر النادر حدوثه أو للانتقال العدوى فيه هو التلوث بالبراز، هو أمر نادر إنه يتصير بين بني البشر. عشان هيك أهم إشي نحافظ على النظافة الشخصية وعدم المصافحة أو الملامسة. تطور فيروس الكورونا. تفرع أكثر فيروسات الكورونا صلة بفيروسات كورونا الخفاشية وفيروس كورونا سارس سنة 1986، وقد تم اقتراح مسار تطور فيروس كورونا سارس وعلاقته المتبنية في الخفافيش. اقترح الباحثون أن فيروسات كورونا تطورت بشكل
مشترك مع الخفافيش لمدة طويلة، وأن أسلاف فيروس سارس أصيبت في العدوى لأول مرة من أنواع من جنس خفافيش هيدروستيرات اللي هو خفاش موجود في بريطانيا، ثم انتشر إلى أنواع خفاش حدوة الفرس، وبعد ذلك إلى قط الزباد، وفي النهاية إلى البشر. إذن المرض أو فيروس الكورونا هو كان بالأساس من الخفافيش، في أنواع معينة من الخفافيش انتقلت من نوع إلى آخر، وبعدها انتقلت إلى قط الزباد، ومن ثم من بعد قط الزباد وملامسة البشر إله انتقل إلى البشر. وصار المشكلة أو الأحجية اللي موجودة في هذا الفيروس إنه تركيبته معروفة والمادة الوراثية تبعته معروفة والشفرة نفسها معروفة، ولكن سرعة الانتقال هي المشكلة الكبيرة، أو سرعة الانتشار اللي هي المشكلة الكبيرة اللي إلى الآن مش قادرين العلماء إنهم يعطونا حل واقي نهائي. ولكن اليوم في بعض الأبحاث اللي بتعتمد على كل المنتجات أو كل الأدوية، كل الأدوية اللي كانت موجودة في علاج مرض السارس اللي بتساعد نوعا ما على الشفاء من الكورونا، وهي تساعد جدا، ولكن هاي الأدوية لها آثار جانبية جدا جدا كبيرة، عشان هيك بتأثر كمان على الجسم، على العيون، على حاسة الذوق وعلى حاسة الشم، لذلك لا يمكن استعمالها حاليا. ما فيش علاج اللي مصادق عليه، لذلك ما فيش لها علاج اللي نقدر نستعمله ضد الكورونا. برجع وأذكر فقط عن طريق الوقاية الشخصية والنظافة الشخصية لكل إنسان منا. فيروس كورونا البشري، الصورة اللي موجودة أمامكم هي مقطع عرضي زي ما أنتم شايفين هون، نموذج لمقطع عرضي من فيروس الكورونا ببين لنا داخل فيروس الكورونا شو فيه، شو موجود من الداخل. يعتقد أن فيروسات الكورونا تسبب نسبة كبيرة من حالات الزكام الحاصلة في البالغين وفي الأطفال. تسبب فيروسات الكورونا الزكام مع أعراض رئيسية مثل الحمى وتورم الزوائد، وخاصة في البشر في فصل الشتاء وأوائل الربيع، وقد تسبب أيضا التهاب القصبات. اكتشف فيروس كورونا المنتشر حاليا في عام 2003. بدي أركز شوي بس على كلمة أو على جملة إنه بيأثر على البالغين وكمان على الأطفال. السبب إنه بتأثر على البالغين وعلى الأطفال، أو حسب الوقاية أو الإرشادات والتعليمات من وزارة الصحة إنه تطلب منا ابعدوا عن الناس اللي عندهم خلفية مرضية من قبل، أو كمان على البالغين من العمر أو على الأطفال، مش لأنه جسمهم بيقدرش يحارب المرض، ولكن هم في حالة صحية حاليا اللي جهاز المناعة عند الكبار خاصة اللي بيكون عندهم أمراض سابقة، جهاز المناعة بيكون ضعيف، فبيقدرش إنه يحارب هذا الفيروس. يعني الجيش أو خلايا الدم اللي موجودة عندنا، الجيش اللي داخل الجسم، أو إحنا بنسميها الأجسام المضادة اللي الجسم بيجهزها وبخصص لها الكتيبة الأولى زي ما بنقول عشان إنها تحارب فيروس الكورونا، هي ما بتكونش جاهزة عندهم، بتكون ضعيفة، يا أما الكمية بتكون ضعيفة يا أما الجيش نفسه بيكون أضعف. فلذلك عن الأطفال الرضع بالذات والناس كبار في السن يجب إننا نبتعد عنهم، وحتى لو ناس في عمر الشباب ولكن عندهم أمراض اللي هي خاصة في الجهاز التنفسي، وأمراض اللي هي سابقة أو مع خلفية مرضية، يجب الابتعاد عنهم في هاي الفترة ويكونوا في العزل المنزلي. أعراض الإصابة بفيروس الكورونا، يتسبب فيروس الكورونا بظهور أعراض تشبه أعراض الزكام، تشبهها مش نفسها، وعادة ما تكون الأعراض خفيفة إلى معتدلة الشدة، وغالبا ما تتمثل بأعراض الجهاز التنفسي العلوي مثل سيلان الأنف، صداع الرأس والسعال، التهاب الحلق والحمى، وتستمر هذه الأعراض في معظم الأحيان لفترة قصيرة من الزمن، وهذا لا يمنع احتمالية تسبب فيروس الكورونا في بعض الأحيان بظهور أمراض الجهاز التنفسي السفلي مثل الالتهاب الرئوي. إذن تلخيص لهي الفكرة اللي قرأناها مع بعض، إنه فيروس الكورونا الأعراض اللي بتبين على الإنسان على الشخص المصاب فيها هي تشبه إلى حد ما الزكام، ولكن تكون أكثر شد شوي مثل سيلان الأنف، صداع الرأس والسعال، التهاب الحلق والحمى. طيب ننتقل مع بعض للالتهابات الأكثر شيوعا في الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والرئة، والناس الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعة والرضع وكبار السن. زي ما ذكرت قبل، كل هاي الأعراض إذا بتبين علينا أو على أي شخص يجب عليه أنه يظل في الحجر المنزلي، وما يقربش بالذات على الناس اللي عندهم خلفية مرضية أو كبار السن
أو الأطفال. شكرا لكم. حاليا بدنا نبدأ، لا نروح على فرصة قصيرة وبعدها بنكمل مع بعض. شكرا.
اهلا وسهلا فيكم طلابنا الاعزاء في القسم الثاني من درسنا لليوم فيروس الكورونا وسبل الوقايه منه. حبيت اعرض امامكم هاي الصوره اللي موجوده على العارضه امامنا اللي هي اعراض فيروس الكورونا. نعيد عليها شوي بالتلخيص. اول شيء في عندنا 1 الحمى وارتفاع درجه حراره الجسم، 2 السعال اللي هي الكحه يعني في لغتنا العاميه، 3 ضيق التنفس والاحمرار العام، العارض الرابع وهو القيء او الاسهال، 5 سيلان الانف، 6 التهاب الحلق. هاي اعراض فيروس الكورونا. الوقايه من اعراض او الوقايه من الاصابه بفيروس الكورونا، لا توجد حاليا اي لقاحات للحمايه من عدوى فيروس الكورونا، ولكن يمكن الحد من خطر العدوى عن طريق ما يلي. خلونا نشوف مع بعض على العارضة أمامنا شو مكتوب قدامنا. 1 غسل اليدين كثيرا في الماء والصابون، 2 تجنب لمس العينين، 3 أو الأنف أو الفم أو إذا كانت الأيدي غير مغسولة، تجنب التواصل عن قرب مع الناس الذين يعانون من المرض، بقاء الشخص المصاب في المنزل حتى لا ينشر العدوى للآخرين، تغطية الفم والأنف بالمناديل والوقاية عند السعال أو العطس، وثم رميها في سلة المهملات وغسل اليدين، تنظيف وتعقيم الأسطح، اتباع تدابير النظافة العامة بما في ذلك غسل اليدين بانتظام قبل وبعد لمس الحيوانات، وتجنب التواصل مع الحيوانات المريضة، تجنب تناول المنتجات الحيوانية الخام أو الغير مطبوخة. الوقاية منها تلخيص لكل الأمور اللي ذكرتهن قبل شوي. إذن في عنا هان النظافة دائما، الالتزام في البيت، النشاط البدني، نوكل بس الأكل اللي مطبوخ، وكمان غسل الخضار والأغذية. الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، هاي في عنا صورة اللي هي الطريقة الصحيحة كيف نغسل إيدينا. حاليا راح نشوف مع بعض فيديو قصير عن كيف الطريقة الصحيحة لغسل اليدين. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو. طيب شكرا لكم طلاب على مشاهدة الفيديو. هذا كان الفيديو اللي كنا بدنا او حبيت انكم تشوفوه مع بعض. بما انه غسل اليدين احنا كنا متعودين على غسل اليدين بصورة سريعة فقط تحت الماء، نغسل اليدين بالصابون، ولكن زي ما شفنا في طريقة معينة لغسل اليدين. بتمنى تنتبهوا علي كيف بدنا نغسل ايدينا بالطريقة الصحيحة. بدي اعيد على الفيديو. اول اشي بالمراحل الاولى الايدين نفسهن بنغسلهن بهاي الصورة، بعدها بنخلل بين الاصابع زي بالضبط زي نفس طريقة الوضوء. الايد بنبدأ باليمين او بالشمال مش مهم، بنخلل بين الاصابع، وبعدها بنفس الوقت بنغسل الايدين من الخارج، وبنغسل الايدين بصورة دائرية من الداخل بهاي الصورة، وبعدها مننساش طبعا الابهام بهاي الصورة. نمسك الابهام في الايدين الثنتين، وبعدها اخر اشي بضل عنا هاي المنطقة احنا ما لمسناش او ما جاش عليها الصابون، فبنفركها في الصابون منيح، بنغسلها منيح في الصابون، وبعدها طبعا بنفتح الماء ومن طبعا بنجفف، بنغسل الصابون وبنجفف ايدينا كثير منيح، وبعدها بنسكر الحنفية او الماء فقط في ورقة، عشان اذا كان على المي او على الحنفية كان في اوساخ او فيروس الكورونا او اي مرض اللي بينفع انه يعدينا، عشان هيك احنا نتفادى هذا المرض ونغسل او نسكر الحنفية في اوراق في ورق محارم. علاج فيروس الكورونا، لا توجد علاجات محددة للأمراض الناجمة عن فيروس كورونا،
كما أن معظم الناس الذين يعانون من العدوى بفيروس الكورونا يتعافون بشكل تلقائي، وقد تساعد العلاجات التالية في تخفيف الأعراض: استخدام مرطب الغرفة، مرطب للغرفة، أو الاستحمام بالماء الساخن للمساعدة على تخفيف التهاب الحلق والسعال، تناول أدوية لتخفيف الألم والحمى، شرب الكثير من السوائل، البقاء في المنزل في الراحة. في عنا هون كمان فيديو اللي بيجاوبنا على جميع الأسئلة اللي بتدور هسه بخاطرنا: هل فيروس الكورونا له علاج؟ كيف أنا بنعدي فيه؟ هل بعدي مين؟ كده سرعة الانتشار؟ وكمان في له أكيد أسئلة إحنا بتدور في خاطرنا. عشان هيك أنا اخترت فيديو لمقابلة كانت على إحدى المحطات اللي مستضيفين فيها دكتور اللي بيشرح أو بيجاوب على أسئلة اللي بتدور في خاطرنا جميعا أو في بالنا جميعا. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو. أدى انتشار فيروس كورونا، وهو فيروس من نوع جديد، أدى إلى الإصابة بالهلع خاصة بعد وفاة عشرات الأشخاص من الصين بالمرض، وتأكيد حالات جديدة في 15 دولة في آسيا، بالإضافة إلى وصوله إلى كندا وفرنسا والولايات المتحدة، والاشتباه بحالة في إسبانيا. فما هو هذا الفيروس؟ وما هي أعراضه؟ وما طرق الوقاية منه؟ للمزيد ينضم إلينا من جدة دكتور كيفن حافظ، استشاري طب العائلة. دكتور صباح الخير. ربما اليوم القلق متزايد، يمكن في هذه الفقرة احنا حابين نطمن الناس ما نثير قلقهم أكثر، لكن هل الآن هذه الأنباء التي تتحدث عن أنه في ناس بدأوا يستجيبون للعقار أو العلاج الجديد، هل هو كإنفلونزا الخنازير ككورونا السابق مع التاميفلو ينتهي الموضوع، ولا معقد أكثر؟ صباح الخير لكما ولكل مشاهدي العربية في كل مكان. كما ذكرت عادل ومها، نعم نحن لا نريد أبدا أن ندب الذعر والخوف، ولكن نريد أن نعرض الحقائق، علنا نسلح الناس ببعض الحقائق العلمية التي يجب أن يعرفوها حتى إن شاء الله نتفادى هذا النوع من المرض. من المعلوم عادل ومها أن المرض، هذا المرض بشكل عام أو الكورونا فيروس، هذا مرض متعارف عنه بشكل واسع على بكل مناطق العالم أنه إحدى المسببات لنزلات البرد الشائعة. هذا نفس الفيروس، ولكن أستطيع أن أقول نفس السلالة، ولكن الجديد في هذا الفيروس أنه يستطيع أن يتمحور، أن يتغير كل فترة، كل حقبة من الزمن. لماذا؟ لأن الفيروسات هي ليست خلايا، وإنما عبارة عن فيروس، يعني لا تحتوي نواة للتغذية، وإنما تحتوي حمض نووي. فإما أن يكون الحمض النووي DNA من نوع DNA أو من نوع RNA أو الريبي. فيروس الكورونا هو من النوع RNA الريبي. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه إذا ما دخل إلى الحمض النووي للمضيف فإنه يستطيع أن يغير من طبيعته، من أن يتمحور، وهذا يحدث كل حقبة من الزمن. نحن نعلم أن فيروس الكورونا أو الفيروس التاجي ظهر، أول ما ظهر في العالم عام 1937 في الثدييات، في الطيور، كمشاكل تنفسية، أمراض تنفسية في الطيور. ثم بعدها انتقل وظهر في الثدييات والحيوانات أكرمكم الله، ومن بعدها عزل للمرة الأولى عام 1960 بين البشر، وتسبب كما أشرت بنزلات البرد. ولكنه عام 2002-2003 تحول إلى مرض السارز للأسف الخطير، الذي قتل ما يقارب 800 إنسان حول العالم. وعام 2012-2013 ظهر وللمرة الأولى هنا في جدة في مشفى فقيه، وللدكتور مازن رئيس المشفى كل التحية والاحترام، ظهر هذا المرض بعنوان فيروس أو كورونا الشرق الأوسط، والآن يظهر في الصين كما أشرتم بكورونا. فإذا هو من نفس السلالة التي تحدثت عنها، هي كطيف، يعني يبدأ
قد تكون أعراض خفيفة جدا وللأسف قد تتحول وتتمحور وتتغير إلى ما نراه عليه الآن. طيب دكتور، يعني هل يختلف طرق الانتقال؟ يعني أنت يمكن ذكرت لنا تاريخ فيروس كورونا من أوله لنهايته وكيف تغير وتمحور، لكن هل تختلف كمان طرق الإصابة به أو الانتقال؟ يعني يقال أنه من أكل الخفافيش أو الأفاعي أو الحيوانات الحية في الصين، لكن وجوده في الآن انتقاله في كل دول العالم، هل هذا السبب الأساسي له أو ثمة أسباب أخرى؟ نعم، باعتبار أنه مرض جديد جدا الآن نستطيع أن نقول، فإذا هو أول ما ظهر في هذه المنطقة في الصين ووهان، وفي هذه المنطقة حصرا عزل هذا الفيروس من حوالي تقريبا شهر في السوق المحلية أو سوق الحيوانات أكرمكم الله والأسماك، وهناك يبيعون أو يتاجرون ببعض الحيوانات الغريبة مثل الأفاعي والفئران أكرمكم الله وما شابه. هذا ما نعرف عنه. أما عن موضوع انتقاله فنعم، هو يشابه تماما أمراض الإنفلونزا وإنفلونزا الخنازير من حيث الانتقال، وهذا ما نعرفه عنه في الصين. نحن لا نعلم أنه إذا ما يمكن الانتقال من شخص إلى آخر خارج الصين، لم يحدث إلى الآن هذا الموضوع، ولكن في الصين نعم للأسف ينتقل الآن من شخص إلى آخر. نعم دكتور، يعني الآن ربما أعود مرة أخرى إلى الجزء من سؤالي، هل العقاقير التي كانت تستخدم لفيروس لكورونا السابق أو حتى إنفلونزا الخنازير أو زيكا أو غيرها ناجعة مع هذا الفيروس الجديد، أم أن دخوله إلى الإنسان يتمحور ويغير باعتبار أنه الإنسان أيضا السلسلة الجينية والحمض لدى الإنسان يختلف عن الحيوان؟ أحسنت عادل، هذا للأسف ما لا أستطيع الإجابة عنه بعد. نحن نقول أنه باعتباره أنه من نفس سلالة نزلات البرد، فبالتالي للأسف لا، ليس هناك من فيروس، ليس هناك من عقاقير خاصة بهذا الفيروس، وإنما نقول الراحة في المنزل، السوائل المختلفة، البروفين، التايلانول، ما شابه للأعراض، ولكن هل هناك من عقار أو دواء ناجع يقتل هذا الفيروس؟ للأسف الآن تم عزل هذا الفيروس، وهذا خبر سار أنه تم فك الطفرة الجينية لهذا الفيروس. نعم الشفرة، نعم شكرا، الشفرة الجينية لهذا الفيروس، وبالتالي يستطيعون الآن إن شاء الله أن يجدوا العقار المناسب، لا بل يستطيعون أن يجدوا اللقاح المناسب. طبعا هذا سيأخذ بعض الأوقات، ولكنهم إن شاء الله على الطريق لإيجاد اللقاح. دكتور المناسب. يعني على السريع عشان قبل ما ينتهي وقت اللقاء، الآن في هذه الفترة كل شخص ممكن يصاب بإنفلونزا أو أعراض برد يصاب أيضا بالهلع من الخوف المتزايد من هذا المرض، إيش أعراضه بالضبط وكيف ممكن يؤثر على الجهاز التنفسي؟ صدقتي مها، أول شيء الحرارة، يعني أول ما يظهر، وهذا ما ترينه الآن في المطارات عندما يستشفون أو يحاولون أن يقيسوا درجة حرارة المسافر. إذن الحرارة بادئة ذي بدء مثل الزكام العادي، وبعدها بيومين أو ثلاثة قد يظهر الاحتقان، قد يظهر السعال الجاف، الزكام، الحلق، التعب، الإرهاق العام، وبعدها بما يقارب 5 أيام إلى 7 أيام تظهر أعراض قصور في التنفس ومشاكل في التنفس، لأنه يصيب الرئة وبالتالي يؤثر في المشاكل التنفسية، ومن بعدها وهنا للأسف عليه أن يبقى، على المريض أن يبقى في المشفى. على المريض طبعا إذا ما ظهرت عليه أعراض الزكام أن يتفادى الناس، أن يحاول أن يضع المنديل والكمامة في كل مرة يعطس أو ما شابه، وأن يغسل يديه جيدا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية وما شابه. يعني معناته أنه بمجرد الإحساس ببعض الأعراض هذه يجب أن نتجه إلى الطبيب ولا نهمل هذا الأمر حتى لا يتطور، مش أي إنفلونزا. صدقت عادل، وهنا أستطيع أن أقول يعني كتريح للناس أنه هذا المرض ظهر الآن عندنا نحن العاملين في الصحة الذين يعتنون خط الدفاع الأول كمان، وعند
الله يعين. نعم بالضبط، وعند الأسر، أسر هذه هؤلاء المرضى يعني، فإن شاء الله تكون الأمور هذا قد يسهل على الناس. يعني الله يعطيكم الصحة والعافية، أنتوا أكثر الناس اللي موجودين مع المرضى لخدمتهم والعناية بهم، يعني الله يجزاكم ألف خير. لكن الآن ننتقل إلى أسئلة عامة من المشاهدين يا دكتور اللي جاتنا على تويتر. السؤال الأول يقول: متى يسبب الموت دكتور لا سمح الله عند أي فئة من الناس ممكن أن يسبب هذا الفيروس بالموت؟ نعم، أشكر السائل على هذا السؤال. بالنسبة للموت عند الناس، ما عرفنا عن مرض السارس وما عرفنا عن مرض كورونا الشرق الأوسط وما نعرفه جزئيا الآن عن هذا المرض أنه يتسبب بالموت عند الناس. شكرا لكم طلابنا الأعزاء على مشاهدة الفيديو وعلى مشاهدة الدرس معانا اليوم. بس حابي قبل ما نختم نكون معاكم أعطيكم بعض النصائح من معلمي ومن كمان حدا اللي شوي بخاف عليكم. بتمنى منكم إنه تلتزموا البيوت للخوف بس من العدوى أو من انتقال المرض. بتمنى منكم تلتزموا البيوت، تبعدوا عن الناس الكبار بالعمر، تبعدوا عن الأطفال الرضع الصغار وعن أي شخص عنده خلفية مرضية. التزامنا في البيوت كثير كثير بيساعدنا، التزامنا بالبيوت بيخليناش نمرض أو نمرض حدا. مرات إحنا كشباب أو كطلاب بنكون حاملين المرض ولكن غير مريضين، إحنا مش عارفين. فعشان هيك بلاش نأثر على صحتنا وعلى مجتمعنا وعلى غيرنا. شكراً لكم وإلى اللقاء.